تعال. تؤمر بحاجة يا سعادة البيه؟ آه. تحت أمرك؟ القعدة ناشفة وعاوزة تطرب الحريم. المحل كله زغلي يا سعادة البيه، حالاً أبعت لك زغلولة أنسك. كتر خيرك يا ابني. اسمع اسمع. تحت أمرك يا سعادة البيه. لا مؤاخذة نسيت أقول لك، حاكم أنا بقى لما بسخن وأعصابي بتشد، ربنا ما أوريك. مفهوم يا سعادة البيه مفهوم. شاطر، اتصرف بقى في حدود اللي قلته لك. حاضر. وحشتني. يا سلام، وحشتك كده من غير ما تعرفيني؟ ما انا شايفاك من اول الليل وانت قاعد بتفرك. السخنية. طب ما تاخد اسبرين. يا ريت تنفع. وحدوه. بقول لك ايه، ممكن اتعرف بحضرتك؟ اه، زعفراني. اسمك زعفراني؟ اه. وبتشتغل ايه يا زعفراني بيه؟ من رجال الاعمال المهمين قوي. باين عليك. واعمالك ايه بقى؟ متعهد نقل، نقل خفيف على كفوف الراحه. زعفران ليه؟ أيوة. واحد عايزك على الباب بره. ده لازم الواد زنانير. ايوه بيقول اسمه زنانير. لازم حصل حاجه في الشغل، خليه يخش. حاضر. ياه، ده انت شغلك مهم قوي. حد يبقى عنده شغل الساعه واحدة بالليل؟ انا بشتغل 24 ساعه، ما عنديش اجازات. ربنا يرزق. ليلتك فل يا معلم. وانت زناريري؟ زناريري في حاجه يا زناريري؟ شغل يا معلم، شغل. باشا سابق، باشا ربنا استخره من نص ساعه بس. بص لنا هنا كويس، حضرت الخشبه والزعفران؟ يا ولا بص لنا هنا، ما كله جاهز يا معلم. سالتهم الكفه من عندنا ولا هم هيشتروه بمعرفتهم؟ خدنا العملية كلها مقاولة يا معلم. يا مسهل يا كريم. طب اسبقني انت بقى وانا هحصلك. طب ما اقعد معاك شوية. والميت. بقول ايه؟ ما تيجي نرطب الجسم شوية وبعدين نروح الشغل. انت حنوتي مش كده؟ انت سألتيني وانا قلت لك لا. لا حول ولا قوة الا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. خير يا معلم زعفران. صباح النور. من يوم الباشا النحت بتاعك ده ما مات واحنا حنا واقف. ربنا يبعت يا معلم. امال كل يوم بيديك ثلاثة ساق عشان تقرا الجرنان. الله الله، ما الشغل مال الدنيا اهو. امال حنا واقف ليه؟ هو كله شيعت امس شيعت امس. مفيش تشيع غدا ابدا. في فين يا ولد؟ اللي ماتوا في الزنزال بتاع الهند. غور من وشي كتك ده، اجري هات لي شاي. الواد ده هيفقل المحل. ما الموت مال الدنيا اهو. ايه الزمالك؟ مصر الجديدة؟ مفيش حد في الخليفة؟ كلهم صحتهم كويسة؟ الموت علينا حق. مش المحل بتاع المعلم زعفران؟ اي نعم، المعلم جوه. ايه؟ الوالد ولا الوالدة اللي ربنا استخار؟ الوالد والوالدة بخير، ربنا يطول في عمرهم. فين المعلم بتاعك؟ جوه. مش المعلم. ايه؟ صحته اتحسنت؟ ما انا قلت الواد ده وش فقر. طب خليك جنبه واحنا جاهزين اهو. صباح الخير يا معلم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قهوه ولا شاي ولا كزوزه؟ كزوزه. كزوزه؟ طلباتك. انا عايز جوزه. انت في كليه الطب؟ ايوه. صعب صعب؟ مفيش حاجه صعبه عليك يا معلم زعفراني بيه. ومن انا جاي لك من طرف علي عاصم. انا يا مؤكرم، بس السعر غلي شويه. يا معلم زعفراني مش مهم. ب 200 جنيه. جثة ب 200 جنيه؟ امال لو طلبت بني ادم حي هتقول لي بكام؟ ببلاش، الشوارع مليانه ناس والعالم اللي ملهمش لزوم بتشغي بره، انما الجثث نادرين. فين وفين يا ابني عمال ما نلاقي ميت؟ ايوه معلم زعفراني، مهما كانت الظروف ده تمن غالي قوي. مش احنا يا ابني اللي بنغلي، الدنيا كلها غلي. شوف البيضه دلوقتي بقت بكام؟ كان زمان اجدع جثه بجوز جنيهات، لا
لكن دلوقتي وزاره الداخليه عامله حراسه مشدده قوي على الطرق. انما كان زمان يا ابن الناس الدنيا سايبه هيصه. دلوقتي الجثث زي المخدرات. امرك يا معلم. امتى التسليم؟ اول زبون هيطب هيكون من نصيبك. طب يا معلم عايز عربون كام؟ عربون ايه يا ابني؟ احنا بناخد كاش فورا. انت تدينا العنوان تلاقي الجرس بيرن والمرحوم داخل. احنا تعاملنا بالشرف. ديري فيكس. تحب الزبون ده يكون من نصيبك؟ يا ريت يا معلم يا ريت. وحدوا لا اله الا الله. الو زعفران الحانوتي ليميتد. ايه مات؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ادينا يا أخويا العنوان. عليك تدف بالنهار وتخرج اخر الليل يا زنانيري. ايوه معلمي. يلا ولع الكرومبات واتكل على الله. ايوه يا معلم. الميت اتحرك. معقول تلاقي بس الطوبة اللي تحت دماغه اتحركت ام اتهز؟ ايوه ايوه هو اتهز. تعال اسمع معايا. عناي اي خدمة يا معلم. معقول ميت يصحى؟ معقول ده كلام ده؟ انا فين؟ انا فين وانت مين؟ موت. اموت تاني؟ موت تاني رايحك وقفت تمنك وصرفت عمالك. موت موت موت. إن لله وإنا إليه راجعون. ربعمية واتناشر. كام؟ 20,000 جنيه. 5 10. مبروك يا احمد. الله يبارك فيك. بتسعى ليه؟ مدير البنك وافق على السلفه اللي طلبتها. حقيقي؟ انا شايف تاشيره المدير بنفسي. لا ده انت تسال سيجاره على كده. خد. لا انا ما بغيرش. تشرب اجنبي؟ يبقى تشرب حاجه ساقعه بقى. لا مش وقته. بعدين. طبعا يا عم انت متجوز رقاصه. 5 6 7 و30 قرش. الله يخليك. انا عاوزها فلوس جديده. ليه؟ هتحوشهم عشان افرح بيهم. حد يفرح ب7 جنيه؟
سلوى مبروك حبيبتي، وافقولي على الثلث بألف جنيه. مالك شايفك ما اتبسطتيش؟ وهم الألف جنيه هيجيبوا ايه؟ ما احنا هنشتري بالتقسيط. ايه؟ طب وهتدفع الاقساط ازاي؟ كل شهر. قسط السلفة هيتخصم من المهية اول كل شهر، والاقساط لازم تندفع اول كل شهر. هي المهية كلها كام؟ انت عارفة انهم 80 جنيه وسبعة ساغ وثلاث علب كبريت. دي لو كانت 180 جنيه برضو مش هيكفي. يلا بينا. ايه؟ عايزة تروحي؟ وديني اي حتة وبعدين نروح سينما. عايزة اروح اتخمد على طول. الظاهر ان الدنيا ما اتخلقتش للفقر. ما تبيع العربية دي؟ اه الغسالة دي تمنها قدها ثلاث مرات. اركبي اركبي. احنا لو جهزنا بالتقسيط هنفضل طول عمرنا ندفع اقساط، ويمكن كمان نموت والورثه هم اللي يسددوها. اهو لازم يكون في حل، لازم. بس ايه هو؟ مش عارف. انا مش عارفه ليه بس ربنا ما خلقناش اغنياء. مش يمكن كنت طلعتي وحشه ودمك تقيل زي بنات الاغنياء كلهم؟ يمكن كان بقى اهون. ما تيجي نسافر؟ ها؟ نسافر فين؟ أنا عارفة، أي حتة، نشتغل ونعمل قرشين وبعدين نرجع. ها؟ يا فكرة يعني، سهلة السفر دي يعني سهلة زي ما أنت متصورة؟ طب بس فكر فيها، وممكن كمان نسافر من هنا متجوزين. حاضر، حاضر أفكر، أفكر في حكاية السفر. بس يلا بينا بقى لأحسن زمان الفيلم اشتغل دلوقتي. طب هات الشنطة. عيوب بتاع الأبايل.
الخير. مساء النور يا حبة عيني. مش تسلمي على جوز اختك؟ يمكن بتخاف مني زي زمان. لا مؤاخذة، اصلي جاية من شغل تعبانة وعناية مزغللة. ألف سلامة. بيفوتي على اختك ضروري يا سلوى، ده المعلم زعفراني جاي عشان كده. هي تعبت تاني؟ ما هي طول عمرها تعبانة، هي امتى كانت كويسة؟ أنا بقول ننقلها عندنا هنا بدل ما هي طول النهار لوحدها، هو أختي محتاجة حد يرعيها. وننقلها ليه بس؟ مفيش لزوم، حد منكم بيروح شقر عليها، وهي المسافة من الإمام للخليفة مش بعيد. أنا والله لولا عندي شغل وربنا فارقها كنت قعدت جنبها. يا معلم زعفراني، بدل ما تقعد جنبها هتلاقيها دكتور ولا حتى وديها مستشفى. أنا قصرت في حاجة يا معلم؟ لا 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 أبدا أبدا. أنا وديتها الحكيم مرة واثنين وثلاثة وأربعة ولا فيش فايدة، بعد كده بقى الحكيم ربنا ونوفر فلوسنا. لا مظبوط. روق يا معلم زعفراني، روق يا أخوي. روق أنت يا أختي بقى، روق. حاضر. مش كده يا معلم؟ ده كده ونص. إيه يا سلوى؟ مالك ناشفة مع جوز أختك كده؟ هو ده بني آدم؟ ده هو نفسه مرض، ربنا يلطف بيها. حاجة تفيدة؟ خدي جنبي تفيدة. تفيدة 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 تفيدة. إنا لله وإنا إليه راجعون. ريحتي واستريحتي يا تفيدة. الصباح رباح يا تفيدة. الو سلوى؟ سلوى ما تقدرش ترد على اي تليفون، دي مسؤوليه. حاضر حاضر، ما تزعليش. يا نيس سلوى. ايوه استاذ عبد العزيز. والدتك على التليفون. والدتي؟ طيب ممكن حضرتك بس تفضل مكاني؟ اتفضل. شكرا. سلوى، الباقية في حياتك يا سلوى. أختك تفيدة ربنا افتكرها. هنعمل إيه يا جماعة؟ هنروح لسلوى ولا هنبعت لها تلغرافات؟ لازم نروح نعذب نفسنا. أنت عارفة البيت؟ لا، ولا حد عارف البيت، أنت عارفة؟ متهيألي محدش يتعب نفسه، لأن سلوى ما بتحبش حد يزورها في البيت، لأنها ساكنة في حتة مش قد كده. الفقر مش عيب يا جماعة. لكن هتقول إيه؟ عندها عيب. يا
انزل انزل انزل. وحدوه. لا اله الا الله. اعلمي يا أمة الله ان الله سبحانه وتعالى سوف يبعث اليك ملكين يسالانك فقولي لهم بلسان فصيح ان الله ربي وان الاسلام ديني. المرحومه تعذبت كثير في دنيتها. هو محمد صلى الله ربنا يرحمها في الاخر. والكعبه قبلتي. لا اله الا الله. والخليل ابراهيم ابي. ربنا يصبرك يا معلم زعفران. كل من عليها فان. الدنيا زيله. يا اسطى ايوب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاوزك انت والحاجه في كلمتين. ايه دنيا المرحومه كانت غاليه عليا قوي. عارفين يا معلم. ونعم الاخلاق ونعم التربيه ونعم الادب. الله يحفظك يا معلم زعفراني. الفضل يرجع ليكم. انا مهما لفيت ودورت مش هلاقي حد يعوض على المرحومه الا من نسلكم يا حاج ايوب. انا مش فاهم قصدك ايه يا معلم زعفراني. قصدي سلوى تحل محل المرحومه. قلت ايه؟ مش وقته ولا مكانه هنا يا معلم زعفراني. نتكلم في الموضوع ده بعدين لما دم المرحومه ينشف. اما ينشف. انا مش عايزه حد يكلمني في الحكايه دي تاني. انا موت ولا اتجوز الزعفراني. هو ده بني ادم؟ انا اختي سفيده ماتت ناقصه عمر. ماتت من الذل والعذاب والبخل. وبعدين ده راجل عجوز وجاهل. ثم انا مخطوبه. لولا زعفراني لا كنت دخلتي مدرسه ولا جامعه. فلوسه هي اللي علمتك. لا الفلوس عمرها ما بتعلم حد. البني ادم هو اللي بيعلم نفسه. ثم الزعفراني ما صرفش عليا مليم واحد. انا اختي الله يرحمها هي اللي صرفت عليا. الله. طب وهي اختك جابت الفلوس منين؟ من صحتها. من عذابها. انتوا ايه؟ ما كفاكوش قتل لكم بنت؟ عايزين ولد للتانيه؟ سلوى. نعم. اقعدي. اسمعي يا بنتي. اسمعي. 15 فدان في المعادي. المتر الواحد بالشيء الفلاني. 4 امارات في الزمالك والدقي ومصر الجديدة والسيدة زينب. جنينة موالح بالقليوبية مساحتها 20 فدان. ده غير الذهب اللي مخزنه عنده. والفلوس السايلة اللي مرصوصة كده كوام كوام فوق بعضها. انتوا بتقولوا ايه؟ ده كل ده يغور ولا بص في خلقته مرة واحدة. يا بنتي زعفراني ملوش حد. واختك صبرت عليها على امل انه اجله ينتهي قبل اجلها. لكن مقدر ومكتوب. كل فلوس زعفراني ملك لاختك الله يرحمها. ثم العذاب والعيشة المرة اللي استحملتها. لازم الفلوس دي ترجع لنا. على رأي المثل مال الكون ازيل انه زي. ده بدل اخته جليلة ما تاخدها كده بيضة مقشرة. تغور فلوس زعفراني. لا. لا يا سلوى. كل حاجة يا بنت في الزمن ده بحساب. تقدري تقولي لي هتتعدل ازاي؟ ده انت ميتك ملاليم ويا دوب مكفية مصاريفي. احنا تعبنا كتير وصبرنا كتير وهو كله هيبقى ليكي. انتوا عايزين نضحي بشبابي؟ بعمري؟ بخطيبي اللي بحبه وبيحبني؟ ما هو كله محفوظ ليكي يا بنتي. شبابك وعمرك وخطيبك. وزعفراني هيخلي دي عبيطة انت؟ زعفراني في اخر ايامه ولما يموت ان شاء الله ان شاء الله انت اللي هتورثيه وتعيشي دنيتك اللي انت عايزاها احسن عيشه عيشه الامراء والاكابر هتتجوزيه انت. سلوى المفروض اننا ما نحزنش قوي كده على حد مات. مسألة الموت دي مين بس اللي قالك اني زعلانة عشان اختي؟ ده حتى ربنا رحمها. امال مالك؟ انا حزينة على نفسي. تفيد اختي ماتت واستريحت والظاهر ان انا هتعذب بدلها. مش فاهم. الزعفراني عايز يتجوزني بدلها. ايه؟ اهلي موافقين. عارف ده معناه ايه؟ معناه اننا لازم نتجوز دلوقتي حالا. انا مش فاهم. وازاي اهلك يوافقوا؟ يا خطوبتنا كانت لعب عيال ولا ايه؟ الحكايه فيها فلوس مش 1000 ولا 2 ولا 3 دي فلوس متلتله. سرحت في ايه؟ في دنيا واللي حصل فيها.
في الغنى، في الفقر. تفتكري زمان في بداية الدنيا الناس كلهم كانوا فقراء ولا كانوا أغنياء؟ وإذا كانوا فقراء الأغنياء بقوا أغنياء إزاي؟ إزاي؟ أنا راجل أصيل وأفهم في الأصول. تفيدة الله يرحمها ما كانتش بتخلف، ما رضيتش أجيب لها درة لحد ما ربنا اختارها. أظن بقى من حقي أتجوز وأخلف وأجيب عيل يحمل اسمي ويورثني، وإحنا عيلة وأنتوا ناس كم، وخلينا برضو نفضل عيلة. ده أنت سيد الناس يا معلم. بس يا معلم سلوى غير تفيدة. قصدك إيه؟ بنت مدارس؟ ما أنا اللي معلمها بفلوسي، ولا فاكرين إنها معلمة تاني؟ كتر خيرك يا معلم، بس أنا قصدك إيه يا ستي؟ قصدك إيه؟ أكبر منها في السن، المهم الصحة وربنا يديم علينا، ولا عاوزة تقول إنها مخطوبة؟ أظن عيب عليكم لما تشبهوني بواد تربية مدارس. شوف يا معلم زعفراني، قصده من سلوى يعني إن مطالب سلوى غير مطالب المرحومة الله يرحمها. يعني إيه؟ يعني سلوى عايزة شقة جديدة وعفش جديد تسكن في حتة تليق بمقامها، ثم سلوى ليها مهر مخصوص. يعني إيه مهر مخصوص؟ أنت يا معلم سبق قلت إن إحنا كنا عيلة وعايزين نفضل عيلة. صح. يبقى خلاص اكتب لي سلوى نص اللي تملكه. ولزمها إيه الكتاب؟ ما كل اللي عندي ليها ولابنها إذا خلفت. ولما أنت عارف كده يا معلم خايف من الكتابة ليه؟ موافق، بس بشرط بعد وفاتي لا قدر الله. طيب وباقي الطلبات؟ قصدك الشقة واللازم منه؟ كل ده مقدور عليه. أنا عندي الشقة مفروشة في العماير بتاعتي، عاوزة بفيلا نجيب لها بفيلا. يبقى على بركة الله. إيه رأيكم بقى تختاروا معايا الدبل؟ حاجة تفرح. الله يعرفك. الحاجات دي بتاعت ناس أكابر. طقم السنان ده ذهب عيار 24 بتاع الله يرحمه سمير باشا الحكيم. معلم سلوى غاوية الجديد. نجيب جديد. انت هتفضل ساكت على طول؟ ما ترد علي، قولي هنعمل ايه. بفكر. نعم اي خدمة. انت طبعا عارف كويس قوي ان سلوى تبقى خطيبتي. عارف. وهي دي اصول انك تاخد واحده من خطيبها بفلوسي. بس ده ما يدكش الحق، دي انسانه ليها راي وقلب ومشاعر. تقدر تشتري قلب انسان بالفلوس؟ انا تسعيره القلب عندي ب 20 جنيه بالجمله، هنعمل لك تخفيض. عاوز كام قلب؟ انا ما بتكلمش عن الاموات. وانت من غير فلوس تبقى عايش برضو؟ اديكوا بقالكوا 5 سنين ما اتجوزتوش ليه؟ وما دام عندكوا قلب ومشاعر هاتوا بيهم شقه تويكم. يا عم بلاش تخريف، خلي البنات تعيش وبلاش تضيع عمرها. يا ساتر، انت شايف الدنيا بالشكل ده؟ وانا بس اللي شايفها كده؟ ما كل الناس شايفاها. صاحب العماره اللي بيطلب في الشقه اللي فات شايفها ازاي؟ الله، بتاع العفش، البقال، الجزار. يا عمي الواحد بيجيب القرش بطلوع الروح. عندك حق، انت مظبوط. كويس انك عرفت. يلزم خدمة تانية؟ ها؟ لا ابدا، انا اسف اللي ضيعت لك وقتك ببلاش. لا معلش، كله بصوابه. مع السلامة. ما تنحليش. مع السلامة. ايه كله فاني؟ ها؟ لا قوليلي، هو زعفراني ملوش قرايب؟ له أخت واحدة زي الحرباية اسمها جليل. وعنده كم سنة؟ عنده اللي عنده. بتسأل ليه؟ أنت هتتجوزه؟ لو كنت ست كنت اتجوزته، ده عريس لقطة. أنت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ طبعا جد. سلوى أنت موظفة وأنا موظف، الموظف مفيش قدامه طريقة عشان يبقى غني إلا إذا اختلس أو هرب حشيش، غير كده يعيش طول عمره غلبان، يوزع مهيته يمين وشمال. وانت بقى ناوي تختلس ولا تهرب حشيش؟ ها؟ لا لا، دي ولا دي، الاتنين يودوا السجن. أنا بفكر في طريقة تانية.
ما توديش السجن. قصدك السفر مش كده؟ واحنا عارفين نسلك هنا لما نسلك بره. انا بفكر في مشروع تاني. فلوس الزعفراني هتفيد الكل. امك وابوكي عزلهم الامام وشوفوا لهم شويه عز في اواخر ايامهم. وانتي محتاجه الفلوس عشان تعيش الحياه اللي نفسك فيها وتليق بجمالك وثقافتك. قصدك اتجوزه؟ تنازل صغير لمده سنه ولا اتنين لحد ما يموت وبعدين نرجع لبعض. وممكن نكون مع بعض وهو عايش. وقف العربيه. بقول لك وقف. انت زعلتي؟ بقول لك وقف. طب اسمع ما اقول لك. سلوى سلوى الموظف مفيش طريقه قدامه عشان يبقى غالي الا اذا اختلس او هرب حشيش. سلوى حد يعمل كده برضو؟ ابعد عني بقى. احنا في الشارع فرج الناس علينا. يلا تعرف انا هعطيك يا مكارم. لكن بني ادم يتولد في قبر ويعيش في قبر يبقى حرام. حرام والله يا معلم. ايوب مالك عليا حلفان كانت بتتاجر ب 1500 جنيه في الشهر. يعني يبقى مالك ويعز عليك يا معلم. طب وماله؟ بس الفلوس حلوه. تعالوا اتفرجوا على الفيلم من جوه. تعالوا. 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 اصل الفيلا دي بقى معموله على نظام الخواجات. كل اللي سكنوها خواجات، مش امريكاني مش ايطالياني مش الماني، كل بتوع الاستفتاح. ايه رايك يا عروسه؟ مش بطاله. والله انت راجل طيب يا معلم زعفراني. صحيح الطيبون للطيبات. على خيرة الله. وحدوه. اهل الاستجليله. فين زعفراني؟ جوه. ربنا يستر. خير يا جليل؟ مالك جاي مشغوفه كده ليه؟ صحيح الخبر اللي سمعته ده؟ خبر ايه؟ خبر جوازك. الخبر اكيد يا جليل. اكيد؟ يبقى اكيد جرى لمخك حاجه. ليه؟ عملت عمله؟ بتجوز زي كل الناس ما بتتجوز، حسب الشرع والدين ما بيقول. اتجوز زي ما انت عايز بس اختار اللي تناسبك. مالها سلوى؟ صغيره عليك وبنت مدارس ومش ممكن حصونك. عيب الكلام ده يا جليل. امر الحقيقه ما كانت عيب يا زعفراني. جليله أنا عندي صحة أجدع من أي شاب عنده 20 سنة. ربنا يديمها عليك. لكن السن لحكم يا زعفراني. دول وافقوا إنها تتجوزك عشان طمعانين في فلوسك. جليلة كلكم طمعانين في فلوسي حتى أنت. لكن أنا مش عبيط ولا بريالة. على كل حال أنا أختك من لحمك ومن دمك. وهي هتبقى مراتي وأم ولادي. بقى كده. وده يزعلك فيا يا جليلة؟ بالعكس ده انا فرحانة جدا. هو انا افديك اليوم لما يبقى لي ابن اخ؟ عقبال ما جبارك لك يوم عوضك. هتباركيلي. مبروك يا سلوى. متشكرة. اقصى عليك يا سلوى، تتجوزي فجأة كده؟ هو انا لسه اتجوزت؟ انا بطلب الاجازة عشان اتجوز من غير ما تعزمينا؟ احنا هنكتب الكتاب ونسافر على طول. والعريس مصري ولا اجنبي؟ مصري طبعا. ومستعجلة على السفر ليه؟ شهر عسل. والعريس بيشتغل ايه؟ من رجال الاعمال. الف مبروك. ما هو رجال الاعمال بقت موضة ليانج. وسبتي احمد ليه؟ كل شيء اسمه ونصيب. هتشيل الدقن يا عريس؟ لا رواها شوية. الدقن دي لزوم الشغل واكل العيش. طب ما يمكن العروسة تحبها ناعمة. لا صف الحريم يحب الخشن. راحة على المعلم. الظاهر في زبون يا معلم. لا النهارده عطله. روح ابعته عند المعلم التابعي في سيدة عيشه. واحنا لاقيين شغل يا معلم. يلا يا واد. الموت علينا حق. عندنا فرح النهارده. المعلم يشاطركم الاحزان وبيقول لك لو اجلتوا الدفنه لبكره هو تحت الامر. او تفوت عليا بالليل وانا ادفنهولك. يلا يلا ما تتنحش. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل زوجتك موكلتي. زوجتك موكلتي. الآنسة سلوى. الآنسة سلوى. البكر الرشيد.
البكر الرشيد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. قل قبلت زواج موكلتك. قبلت زواج موكلتك الآنسة سلوى. الآنسة سلوى البكر الرشيد. البكر الرشيد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى الصداق المسمى بيننا. وعلى الصداق المسمى بيننا. ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أمان. مبروك. الله يبارك فيكي. عقبالك. مبروك يا اخويا. الف مبروك. الله يبارك فيكي. مبروك يا معلم. الله يبارك فيكي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيكي. مبروك. شكر الله وسعيك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا معلمي. عقبال البكاري يا معلمي. يا رب في حياتي. امال فين العروسه؟ تزول. حد عارف هتزول امتى يا ايوب؟ ربنا فرج قريب. وربنا كمان قال ما ترموش بايديكم في التهلكه. ما هي شرطك يا اختي. وشرطك انت كمان يا ايوب. مسكينه يا سلوى. يا ترى عامله ايه دلوقتي يا بنتي؟ اهلا بالمعلم. صباح النهارك يا معلم. الله يبارك فيك. الشاي ساده ولا بحليب؟ قبل الشاي هات لنا طبق فول مدمس بالزيت الحار. الله، انت ما فطرتش في البيت ولا ايه؟ لازم العروسه راحت عليها نومه. اسمع الله عليك. اسمع، هات لي فحل بصل من عينيا. صباحيه مباركه يا بنتي. صباحيه زي الزفت والقطران. ليه كفلنا الشر؟ أنا عرفت ليه أختي ماتت ناقصة عمر. أنا لا يمكن هستحمل ليلة تانية. ليه؟ ماله زعفران يا بنتي؟ ده مش بني آدم. يا ماما ارحميني. مش قادرة أفسر لك أكتر من كده. زي ما رمتوني رمية دي لازم تخلصوني منها. فاهمة يا ماما؟ لازم تخلصوني. رايحة فين يا سالم؟ عندي مشوار. خليكي هنا، وإذا سألك عني بإيه قولي له رايحة بتاع مشعرها.
الشغل نايم ليه يا سنانيري؟ عشان تتمتع بالعروسة يا معلم. ربنا يبعد. اسمع، اي ميت ان شاء الله يكون في مصر جديدة تديني خبر. عاوزين نعوض مصاريف الجواز. ده انا اتدبحت دبح من هنا يا معلم. اتفضل يا معلم. ايه ده يا ولد؟ مدفع تاكله وتحبس بكوبايه الشاي، هتلاقي نفسك بالليل بقيت زي الحصان. انا اجدع من 10 حصينه من غير مدفع. الو. لا حول ولا قوه الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون. روح حضر خشبه. العنوان. ما هو شوف، انا لا يمكن اعيش مع بني ادم سادي بالشكل ده. ده انا بني ادم، ده لو عنده مال قارون يغور، ولا شوفش ليله سودا زي اللي شفتها امبارح. معنى كده ان الخطه فشلت والفقر هيبقى ورانا ورانا. الفقر اهون من العذاب. اطلبي الطلاق. زعفراني لا يمكن يوافق على الطلاق. يطلقني زي هو كاتب لي نص ثروته. وبعدين ما تنساش بابا وماما، هما كمان مش هيرضوا ان انا اتطلق. ولازم نلاقي حل. ايوه لازم نلاقي حل. بس ايه هو؟ اديني فرصه افكر. معاك لغايه بكره، بس بعد كده ما تلومنيش على اي حاجه اعملها. وحيد الله يا ام سلوى. هو انا بقى عندي بنت اسمها سلوى؟ ما هي خلاص حصلت اختها واللي كان كان. الصبر يا ام سلوى. ما في الصبر يا ايوب. انا عرفت المرحومه ماتت ليه. ايوب احنا غلطنا يا ايوب، ولازم نطلقها عشان نخلصها من العذاب اللي هي فيه. احنا ما كناش بنجوز عشان نطلع يا ام سلوى. اللي ابتدى المشوار لازم يكمله. كده يا ايوب، كمل بقى المشوار. هيكمل. سلوى مفيش غير حاجة واحد. ايه هو؟ نخلص منه. يا الحقنا يا الحقنا يا قطر الندى يا شبك حبيبي يا عيني جلاب. السلام عليكم. عليكم السلام. الموت علينا حق، ده في حياتك. انت بتضحك؟ طيب يبقى مفيش شغل. الجثة الشاحة اليومين دول يا حبيبي. ومين قال لك ان انا عايز جثة؟ انت مش من بتوع كلية الطب؟ طب ايه؟ انا من بتوع كلية التجارة. تجارة؟ طيب والتجارة دي بيعلموا فيها التشريح برضه؟ لا، بيعلموا المكسب. طلباتك عايزين 20 جمجمه مره واحده. انتوا هتعملوا معرض جماجم؟ ناويين نصدرهم بلاد بره. في واحد خواجه امريكاني طالبهم الليله دي، والدفع بالدولار. بالدولار؟ هتريد بيه ده. انت اللي عامله الكوارع دي؟ لا ماما. تسلم ايدين امك. اما شطب بقى وجيلك يا جنبي. معلم زعفراني. خش انت جوه، خش جوه. خير يا سنانير؟ ده مؤاخذه يا معلم، ده لنا شغل. ايه ميت سوء؟ لا يا معلم. ايه لقيت الجثه بتاع الطب؟ لا يا معلم. لما فين الشغل ده؟ هو مطلوب مننا يا معلم 20 جمجمه وبالدولار. من ايه يا اخويا؟ بالدولار. ودول عاوزينهم طازه ولا عتيق؟ طازه ايه يا معلم؟ هو احنا لاقيين اموات لما هنقطع رقابيها؟ دول مطلوبين امتى؟ الليله دي. مستعجلين كده ليه؟ مطلوب للتصدير يا معلم. الله يقل مزاجك. استناني تحت نطلع القرافة ننقي كام راس. سلوى. غصب عني يا حبيبتي هجيب عنك ساعة واتنين، أصلي جالي شغل. مع السلامة. الله يسلمك يا حياتي ودنيتي أنت. اتكلنا على الله. Thank you.
اسمعوا دي كمان. قول. بقول لك نجار مات مش وراه 80 لو. على فكرة الأموات دول محظوظين، بنسليهم كل ليلة. أنت تعرف مين اللي مدفون هنا؟ مين؟ المعلم راموني، أكبر تاجر حشيش في البلد. بجد؟ بجد. طب فين تربيته؟ هو مرها لك. تعالى. اتفضل معايا. وريني. أهي دي تربيته. هي دي؟ هي دي. مساء الخير يا معلم براموني. ولادك غلوا علينا الصنف، البضاعة مش هي. ألف رحمة تنزل عليك. طب يلا بينا يلا بينا. مش هنقفل التربه الاول؟ مفيش وقت. يلا بينا. هنا يا بيه، كل حاجة حصلت هنا يا بيه. وكنتوا بتعملوا هنا ايه؟ أنا يا بيه عبد المأمور، المعلم بتاعي قال لي تعالى معايا عندنا شغل، قمت جيت معاه. أنا أصلا ما أقدرش أقول للمعلم بتاعي لأ. إحنا يا دوب وصلنا هنا يا بيه، والجماعة دول طلعوا علينا. واشمعنى أنت سليم؟ يا بيه دول 100 100 كانوا قاصدين المعلم زعفراني. ما تعرفش المعلم كان عايزك في شغل إيه؟ ها؟ الكذب خيبة يا بيه، احنا كنا جايين هنا عشان نلقط كام جمجمه كده، يعني استيراد وتصدير يعني كده. طيب كنت عارفة انهم هيقتلوك يا سامحي، كنت عارفة انهم هيقتلوك يا اخويا، كنت عارفة انهم هيقتلوك يا جملي يا اخويا. اسم الله يا اخويا، انا عارفة يا اخويا انهم كانوا عاوزين يقتلوك يا اخويا. انا كنت عارفة انهم هيقتلوك يا اخويا. يا اخويا
حضرتك مدام زعفراني؟ ايوه. اي خدمه؟ رائد هشام زهران، ضابط مباحث اسم الخليفه. في حاجه؟ اذا سمحتي ممكن ادخل؟ بعد اذنك هغير هدومي واجي لك تاني. خليك على راحتك، انا همشي بسرعه بعد ما اخد اقوالك. بخصوص ايه؟ بخصوص جوزك المعلم زعفراني. ماله؟ مؤكد حصل له حادث. وهو فين؟ الله اعلم، انا جاي اسال حضرتك يمكن تقدر تساعدينا. اتفضل، انا تحت امر. لسه أعصابك تعبانة؟ دلوقتي أحسن. الخطط السليمة لا يمكن تسبب أي مشاكل. أيام النهاردة لا حس ولا خبر. يبقى أكيد اتقتل. ومين بس اللي هيقتله يا جدعان؟ واللي قتله ده بس هيوديه فين؟ كلوا يعني؟ ده احنا كل تراب البلد عارفينها. ده احنا بنشم ريحة الميت على بعد 1000 كيلو. ده أنا نيري. قدامك يا بيه. اركب اركب اركب. اطلع على بيت مراته وبعدين اخرج. امرك. هو ده المرحوم الزعفراني يا حبيبي يا اخويا؟ منهم لله. هو يسعد البيه. هو هو ايه؟ الله يرحمك كاسد الحانوتيه كلهم. ايه يا مدام سلوى؟ مش عارفه. يا ريت تتاكدي. ما اقدرش، اعصابي ما تستحملش. سيبك منها يا سعاده البيه، هي كانت بتيجي تبص في وشه وهو حي لما هتبص في وشه وهو ميت. دمك هيروح حضر يا زعفراني. يا اخويا يا اخويا يا اخويا يا حبيبي يا اخويا يا اخويا يا اخويا يا حبيبي يا اخويا يا اخويا يا حبيبي يا اخويا يا اخويا. يا حبيبي. بس يا حبيبتي. يا حبيبي يا اخويا. عشان خاطر المرحوم. يا يا حبيبي يا اخويا يا حبيبي يا اخويا. يا اخويا يا اخويا. الدوام لله. لا اله الا الله. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب. الباقي في حياتك يا استهانم. حياتك الباقيه. بقول يا استهانم، بالنسبه للشغل هنشتغل ولا هنقفل؟ انا بقول نشتغل احسن، وهو الرزق اللي يجي كله هيبقى في ايدين سعادتك، وانا اي حاجه ترضيني. اشتغل انت،
انا مش عايزه حاجه. الهي يعمر بيتك، ربنا يعوضك خير عن المرحوم. ربنا يوعدك بالاحسن منه. عن اذنكم اعمل لكم القهوه. اتفضلي. ايه يا سلمى مالك؟ في حاجه؟ زنانيري. اهلا يا ست جليله. هو حد يفتح خزنة المرحوم ولا مش موجودة؟ أمرك يا ست الكل. وبقال على لبس المعلامة ده وبلاش قلة قصر. والطربوش؟ طبعا. حاضر يا ست جليل. ليش هترجعي الشغل امتى؟ من بكره. احسن برضو عشان تخرجي من الجو اللي انت عايشه فيه. بس انا خايفه. من ايه؟ ما انت عارفهم في الشغل هيقعدوا يتكلموا ويعملوني حكايتهم. ليه؟ لا انت اول بنت تتجوز غصب عنها ولا الزعفراني اول راجل يتقتل. وبعدين من الاحسن انك تنسي الحكايه دي خالص. اعتبري ان اللي حصل ده كان كابوس او حلم مزعج. ها جرسون. اهلا وسهلا يا ست جليله. اهلا بيكي. انت هتسيبي حوش الامام وتفضلي قاعده هنا؟ ايه الكلام ده يا ست جليله؟ كلهم كام يوم قاعده مع بنتي سلوى على ما احوالها تتحسن. وايه اللي عكر احوالها عشان تتحسن؟ ما موت المرحوم فرج عليها، خليها تتمتع بشبابها. المرحوم قطع بينا كلنا يا ست جليله. ما هو باين. أظن أنت عارفة أنا جاية ليه؟ جاية صف التركة. ومستعجلة ليه يا ست جليلة؟ ده دم المرحوم لسه ما نشفش في تربته. زي اللي استعجلوا وقتلوه. وعلى رأي المثل كل واحد بيستعجل لمصلحته. ملوش لزوم الكلام ده يا ست جليلة. دم المرحوم ملناش دعوة بيه. يمكن. مش عايز انزل، عايز افضل معاك على طول. احنا خلاص بقينا مع بعض على طول. مش عارفه لو كنت بعدت عنك كان هيحصل لي ايه. ده انا اللي كنت هتجنن لو كان عاش اكتر من كده. انت حيوان مسخره. الله يرحمك يا زعفراني.
ستة لستة وتلاتين والستة في سبع عيني باتنين واربعين. الله ينعم على ابو البلغم. قول يا اخويا قول قول قول. ستة في ستة بستة وتلاتين والستة في سبع عيني باتنين واربعين. ام سلوى ام سلوى تجيت يا ام سلوى؟ حد من اخواننا صاحي ولا ايه؟ اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. في ستة بين ستة وتلاتين تعالي يا اختي والستة في سبعة يا عيني باتنين واربعين. اوعى يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بنت الكلب. المعلم زعفراني قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. يخونك العيش والملح يا ايوب. قل اعوذ برب الفلق. قل اعوذ برب الفلق. رب الفلق قالك تقتلني يا ايوب؟ سامحني يا اخوي. دلوقتي بس بقيت اخوك. زعفراني ايوب واقف كده ليه؟ ايوب واقف كده ليه يا اخوي؟ مالك يا ايوب؟ كلمني يا اخوي. زعفراني يا ليه يا سوده؟
ايوب بدعانكم بقى خرده، بقه اتعوج ورقبته مالت، مفيش غير على بقه الزعفراني الزعفراني. يبقى كلام صح، كلام ايه اللي صح؟ عفريت المعلم زعفراني طلع العم ايوب. بقول لك مفيش حاجه اسمها عفريت. ماما بتاكد ان بابا شاف عفريت الزعفراني، امال يعني بابا حصل له كده ليه؟ ما اعرفش. الدكتور هو اللي يقدر يحدد حالته بالظبط، لكن تقولي لي عفريت وكلام فارغ من ده، انا مش ممكن اصدق. صدمة عصبية شديدة أدت إلى شلل نصفي وفقد النطق. والصدمة دي سببها إيه يا دكتور؟ الله أعلم. يمكن حاجة قوية سببت له حالة فزع شديدة. على طول. جالك كلامي؟ ها؟ ده اسمه كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها عفريت. عارف لو الكلام اللي أنت بتقوله ده حقيقي، يبقى ده معناه إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى معناه إن بابا شاف الزعفران شخصياً. هشوفه ازاي بس اذا كان مات والشبع موت. تعال بس نطمن على الراجل وبلاش تخريف فاضي. امال يعني بابا خاف من ايه؟ يمكن شاف اي حاجه خوفته، شاف حيه ولا تعبان. حيه ولا تعبان اسمه زعفران. طب بابا ما فيش على لسانه غير كلمه الهباب الزعفراني ده. الف سلامه ليك يا بابا. مكتوب علينا، بس لو يتكلم لو يقول ايه اللي حصل. ماما. نعم يا حبيبتي. حضرتك روحي استريحي وانا هفضل جنب بابا. ارتاح فين؟ هو انا اقدر اهود ناحية هناك بعد اللي حصل؟ انتي برضه مصدقه الكلام الفارغ ده؟ عفريت ايه بس وكلام فارغ ايه؟ خلاص بلاش تروحي الامام، روحي عندي انا في الشقه، بس لازم تستريحي شويه. احمد وصلها من فضلك. استاذ احمد في حاجه تعبك؟ ها بقول لك ايه، وفي حاجه اسمها عفاريت؟ مش في الزمن ده، الزمن ده البني ادم فيه اسخن من العفاريت. بقول لهم كده ما حدش مصدقني. لو افترضنا ان اللي حصل لايوب قضاء وقدر، اللي حصل لمراته يبقى ايه؟ شك في شبهه جنائيه. انا تقريبا متاكد جايز يكون جليله اجرت مجرمين محترفين. جليلة مالها ومال أيوب ومراته؟ جايز يكون عندها نفس الشكوك اللي عندنا بأن أيوب هو اللي قتل الزعفراني. هو احتمال يا فندم. إحنا لسه ما عندناش دليل، لكن واحدة زي جليلة مش محتاجة لدليل وعايزة ننتقم، عشان كده لازم نحطها تحت مراقبة شديدة جدا. تحت أمرك. حضرت الفراخ يا معلم؟ أيوه. اتفضلي. فلوسك اهي يا معلم. الله يسلمك. جليلة فكت على نفسها بعد اخوها من قتل. ازاي الفلوس بقت عندها؟
403. فين 404؟ من الحاسة بتاعتي الزعفراني. مالك يا سلوى؟ في ايه؟ الحق المدام يا جماعة. سلوى، سلوى، مالك يا سلوى؟ سلوى يا سعادة البيت، الولية جليلة خرجت السوق الصبح شالت خضار ولحمة وفاكهة، أكل يكفى 10 أنفار. وبعد كده؟ دخلت البيت ما خرجتش تاني. ومفيش حد دخل عندها ولا خرج؟ لا يا فندم. معنى كده إن جليلة مش لوحدها في الشقة. ارجع هناك بسرعة، وإن شفت أي حد دخل أو خرج إديني خبر، فاهم؟ أمرك يا فندم. ده جنبه. طب زيد المعلم زعفراني شدت حلو قوي. صلوا على النبي، صلوا على النبي. حصل الله. ايوه يا معلم. انت دفنت كام واحد لغايه دلوقتي؟ قول 1000 2000. اللهم لا حسد. فيهم كام قديم؟ 500 600. عمر طلع لك عفريت حد فيهم؟ ابدا. اشمعنى يعني عفريت المعلم زعفراني هو اللي هيطلع؟ قصدك ايه يا معلم زنانير؟ قصدي هتعرفوه بعد شوية. تعال معايا يا رجالة. على فين يا معلم؟ تعال معايا وخلاص. انت رايح فين؟ اقدر يعني فرضا ان جه زبون دلوقتي يلاقي المحل فاضي؟ لا يا معلم. اقعد. حاضر يا معلم. عبد مجيد. ايوه يا معلم. شوف لنا كلوبين وحاجة نفحب بيها من عند المعلم سيد الطرب. حاضر يا معلم. شوفوا. ما هو إذا كان في شيء بيظهر شبه المعلم زعفراني يبقى المعلم ذات نفسه. ما راح تفهم مين يا معلم زنانيري؟ أنا عارف، أهو دلوقتي هنتأكد بنفسنا. يعني هنفتح عليه؟ طبعًا. إذا كان المرحوم موجود جوه التربة يبقى زعفراني طلع له عفريت. صح. إذا ما لقيناهوش جوه يبقى زعفراني حي يرزق. هات يا ابني الكلوب هنا. ما هو مكتوب عليا. زعفراني ده يقرفني في دنيته ويقرفني في اخرته. اتفضلوا 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 يا رجاله. شفت الشغل؟ شفت الدفنة؟ شغل على الرايق. تسلم يا واد يا معلم زنانيري. دلوقتي بقى نتأكد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كملنا ومال الشغلانة المنيلة دي يا رب؟ كله منك يا زنانير الكلب، كملنا ومال الزعفران؟ بتعمل إيه؟ بتزق إيه؟ دي تيجي طرماطة. استنى استنوا يا رجالة، استنوا بس خلينا نعرف نقرأ آية الكرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. هنا؟ ايوه موجود هنا. بيه شيل المجاديل يا عسكري. وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. Thank you.
الخير يا زعفران. يسعد مساك يا جليلة. عملت طيب انك ما قعدتش في البيت. ليه حصل ايه؟ حصل انه موقف لنا مخبر على الباب وفضل مراقبني. وبعدين؟ وحياتك لولا الملامة لكنت دفنته وهو متلقح هناك بعد ما خبطته بحجر في نافوخه. خد يا اخويا كل عقبال ما تاكل عدوينك. كل يا اخويا بالصحة والعافية. كل يا اخويا. انت متاكده انك شفت الزعفراني؟ امال انا اغمى علي؟ يبقى زعفراني لسه عايش. عايش عايش ازاي بقى وانت عارفه كويس قوي انه مات واندفن كمان؟ قصدك على الراجل بتاع المشرحه؟ لا قصدي على الزعفراني اللي احنا دفناه سوا. كل حال دي مسألة ممكن نتأكد منها. يلا بينا. على فين؟ أنا هثبت لك إن الزعفراني مات وشبع موت كمان. يلا. إيه يا زنيري الحكاية بالظبط؟ حاولي بس يا سعادة البيه. تقولي الحقيقة وإلا قدامك فتح قبره وسرقته. لا بيعمل معروف. تبقى تقولي الحقيقة. حاضر. بعد اللي حصل للمعلم ايوب الابائيبي والست مراته الكلام كتر. ناس تقول عفريت المعلم زعفراني ظهر، وناس تقول مفيش عفريت ولا حاجه. طب اذا كان زعفراني ظهر يبقى لسه حي. امانه اتفتكت وخدت الرجاله وروحنا نشوف الجد هي ولا لا. وبعدين؟ وبعدين يا بيه احنا دخلنا التربه من هنا وبعد عنك باب التربه اتقفل علينا من هنا، مش كده يا رجاله؟ يا سعاده البيه حصل ايه يا عبد المعين؟ لولية جليلة يا بيه. ايه عفيتها طلع؟ اسكت. صحة وألف عافية على قلبك يا اخويا. بالسلامة انت بقى يا جليلة. انت ناوي على حاجة؟ الليلة بقى العملية الكبيرة. هتروح لهم؟ لا هم اللي هيقولي. ادعي لي يا جليلة. ربنا معاك يا اخويا. وحدوه لا إله إلا الله. تعالوا بسرعة.
هيجروا هاتوها. حاضر يا فندم. انت الزعفراني؟ ايوه انا الزعفراني. يعني ما متش قبل كده؟ اموت ازاي يا بيه؟ هو الموت سهل كده؟ انا مش هموت الا لما ادفن سلوى بايدي. انا دفنت ناس ياما، لكن سلوى لها دفنه مخصوص. لولو زعفراني لكنت دخلت مدرسه ولا جامعه. فلوسه هي اللي علمتني. وزعفراني هيخلي زعفراني في اخر ايام، ولما يمكن ان شاء الله انت اللي هتورثيه وتعيشي في البيت اللي انت عايزاه.